السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا، اللهم صل على شفيع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تخيل وانت مواطن مطحون لو نجحت أخيرا ان يبقى في صلة بينك وبين رئيس الدولة اللي انت فيها، صلة خاصة بينك وبينه. الصلة دي بسببها بعد ما كنت مريض اتعالجت في أكبر مستشفيات، بعد ما كنت فقير اختنهت، بعد ما كنت مواطن مطحون طلعت على وش الدنيا. هتحافظ على الصلة دي ازاي؟ هتحافظ انها ما تتقطعش، ما تتجرحش، ما تفطرش، هتحافظ عليها ازاي؟ هو ده اللي كان في قلوب الانبياء واعظم تجاه صلتهم بالله. يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام كان يقعد مع الصحابه يستغفر ربنا اكتر من 100 مره، يقوم من المجلس يستغفر ربنا، يخرج من الخلاء يقول غفرانك، يخلص الصلاه يقول استغفر الله، يدخل في الصلاه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يجي يخرج من الصلاه يقول اللهم اغفر لي ما قدمت. ايه ده؟ ليه خايف؟ خايف على الصلة اللي بينه وبين ربنا، خايف على العلاقة اللي بسببها كل عطاء في حياته، اللي بسببها كل فتح في حياته، اللي بسببها كل خير في حياته، اللي بسببها كل أمل في حياته. هي دي المؤمن يا جماعة، بناء رهيب قائم على عمود واحد بس اللي هي صلتك بالله سبحانه وتعالى. انت بقى، انت قلبك هيتملى بالايمان بقى، انت قلبك هيتعمر بالايمان بقى، انت هنكمل مشوارنا في حب ربنا طول عمرنا بقى، امتى يا جماعه هنفوق بقى وننطلق الى الله سبحانه وتعالى. درس الليله هدفه كبير قوي يا جماعه، درس الليله هدفه كبير قوي. لما هقول الليله كلمه توبه، اوعى حد يفتكر ان انا بقول لك سيب المعاصي اللي بتعملها، لا، توبة يعني تغيير، توبة يعني تتولد انسان تاني، توبة يعني ترجع انسان من جديد. توبة لما اقول لك توب يبقى بقول لك اتغير، لما اقول لك توب يبقى بقول لك غيري ليلك وغيري نهارك وغيري حياتك وغيري احلامك وطموحاتك. لما بقول لك توب بقول لك خد قرار، خد قرار وتغير. في ناس كتير قوي تقول لك انا نفسي اتوب، نفسي اتغير، نفسي نفسي نفسي. هو درس الليله يا جماعه، درس الليله انك انت تاخد قرار في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول تحترقون تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها، العصر، الظهر، المغرب. يعني ايه؟ يعني الناس دي ماشيه في الشارع مولعه نار يا جماعه بالذنوب، الذنوب دي بتولعنا نار بس احنا مش حاسين. احنا بقينا مجتمعات مشتعل النار في اجسادها. يعني اللي هياخد قرار التوبه معايا الليله باذن الله هيطفي النار عن جسده. يعني الناس ماشيه مولعه، ومهم الدرس ليها ان شاء الله ان احنا ناخد قرار نطفي النار عن اجسادنا اللي ولعه فيها النار، بس احنا مش داريين لان احنا لسه في الدنيا. تحترقون تحترقون، مهم الدرس الليله، مهمه كبيره جدا جدا يا جماعه. انا بكلم مين؟ انا بكلم الشباب اللي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، الشباب والبنات الكتير اللي في الدرسين اللي فاتوا بتاع الفالنتاين فيروس قرروا انهم يسيبوا اي علاقات، وقرروا انهم يسيبوا اي معاصي، وقرروا انهم يتوبوا، وبعتوا على النت وبعتوا في كل مكان يقول لك انا عايز اتوب بس عايز اثبت، بس خايف ان انا لو كلمتني تاني، لو كلمني تاني خايف ارجع، خايف اقع، اعمل ايه؟ انا بكلم كل واحد نفسه يتوب توبه صادقه. هعرض لكم الليله اصدق توبه، توبه من اخطر التوبات اللي ربنا خلت ذكرها في القران. هعرض لكم الليله قصه انسان نفسه يتوب، فضل واقف على باب ربنا قابل كل الصعاب، وقف وشه كل الحواجز، وفضل مصمم لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يصالح هذا العبد، هذا العبد الصادق في توبته وفتح له الباب. انا بكلم الليله مين؟ بكلم كل واحد بيقول لي نفسي اتوب، نفسي اتغير، نفسي ابقى احسن، نفسي اسيب اللي بعمله، نفسي. بحكي لكم قصه واحد كان نفسه يتوب، بس شوفوا هو عمل ايه؟ عشان كل واحد مننا يا جماعه يعرف عشان يتوب لربنا يعمل ايه؟ انا بكلم مين؟ انا بكلم الامه كلها، لان ربنا بيقول وتوبوا الى الله جميعا، كلنا نتوب لربنا.
سبحانه وتعالى. يا جماعة عارفين اتكلم عن توبة مين؟ توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه. كعب ابن مالك، انا بحكي قصة توبة كعب عشان كل واحد مننا الليلة يبقى كعب ابن مالك، عشان كل واحد مننا الليلة يعيد سيناريو التوبة دي مرة تانية فعلقته بالله سبحانه وتعالى. واحد ممكن يقول بتقول مين؟ كعب ابن مالك. هو كعب ابن مالك كان وقع في معصية مشهورة كبيرة عشان كان يحتاج يتوب؟ كعب، كعب ابن مالك اللي كان من السباقين اللي راح بايع الرسول عليه الصلاة والسلام في بايعة العقبة، اللي كان فيه حوالي 70 انصاري جايين للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي وعدهم بعد ما ينقضي طوله الليل، راحوا في وسط الحج عشرات الالوف من المشركين في خيمه مع النبي عليه الصلاه والسلام، في مكان مع النبي عليه الصلاه والسلام. لو كان المشركين كشفوهم كانوا ذبحوهم وقبل ما الاسلام ينتشر، وكنا لسه الهجره ما جاتش، والرسول عليه الصلاه والسلام بيبايعهم على انهم ياخدوه وينصروا الدين وينصروه. ووقف البراء بن معرور يقول له يا رسول الله اشترك لربك ولنفسك ما شئت. وقف اسعد بن زرار يقول يا قوم ان اخراج رسول الله من مكة الى المدينة اليوم مفارقة العرب جميعا، وانت عضكم السيوف، ده انتوا هتعدوا الدنيا، ده انتوا هتتقطعوا بالسيوف العرب كلها، انتوا عارفين انتوا هتبيعوا على ايه الاول ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ وقف سعد بن عبادة يقول له امط عنا يدك يا اسعد، والله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل على اهل منن غدا باسيافنا لملنا. قل لنا بس يا رسول الله نحارب العرب كلها واحنا نحارب. في وسط الجو الرهيب ده كان راجل من وسط الرجالة قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، كعب ابن مالك. كعب ابن مالك اللي عمل كل ده، اللي ما تخلفش عن النبي في ولا غزوة الا بدر. كعب ابن مالك يجي يعمل ذنب كبير ويتوب منه؟ يعني ايه؟ يعني انت في خطر؟ يعني هو يتأمني؟ يعني هو حد يأمن؟ يا جماعة انت ممكن تقع، مش معنى مش اوعى تختار بانك انت بقالك ملتزم قد ايه، اوعى تختار انك انت بتظن انك كويسة واوا، ما حدش كبير على انه يقع ولا انه ينتكس. انا بحذركم يا اخواني، انا بحذركم ان قصة كعب ابن مالك بتقول لنا كلنا في خطر، كلنا في خطر، ولازم كل واحد مننا يفوق، ولازم كل واحد مننا يحضر على دينه. كعب ابن مالك اذنب، طب احنا مش ممكن نقع؟ اوعي تأمن انك انت ممكن تقعي، اوعى تأمن انك انت ممكن تقع. ايه القصة؟ القصة بدايتها كانت ايه؟ القصة بدايتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدر قرار فوري فجائي ان احنا هنخرج للقتال. قتال مين يا رسول الله؟ قتال الروم. الروم ده احنا اول مرة نخرج للروم يا رسول الله، وراك يا رسول الله. ازاي الروم؟ ازاي يا رسول الله؟ الروم اكبر قوة حربية عسكرية نووية بيولوجية كيميائية اقتصادية، اكبر قوة في العالم، هنروح نحاربهم ازاي؟ هنحارب المراج والاف 16 بتوع القوة العظمى الاولى في العالم ازاي يا رسول الله؟ الروم. قال له طب وهنحارب الروم فين يا رسول الله؟ تبوك. تبوك 2500 كيلومتر هنمشيهم في الصحراء الرهيبة دي اللي مفيش بني ادم ممكن يعديها لو يهلك. ازاي يا رسول الله؟ والحر القاتل هنستحمله ازاي يا رسول الله؟ والثمار بتاعت اشجار المدينه ده احنا مش بناخدها ناكلها، ده احنا بناخدها نبيعها ونصرف منها على بيوتنا طول السنه. طب ازاي يا رسول الله؟ طب هنستحمل ازاي واحنا معناش دواب؟ فينا ناس هتمشي ال 2500 كيلومتر على رجليها، هنستحمل يا رسول الله وهنعمل ايه؟ وقف كعب ابن مالك يفكر. وقف كعب ابن مالك، انا هخرج بس يعني بس الموضوع صعب يا جماعه، الموضوع كان صعب جدا. تخيلوا لو انا قلت لكم يلا دلوقتي نحارب قوى العالم كلها من اجل نصرة الاسلام، هتقولوا ايه وهتعملوا ايه؟ الموضوع كان صعب. احيانا الثبات بيبقى صعب، احيانا الدين بيبقى صعب. ليه؟ عشان ربنا يختبر صدقك وثباتك. الناس الوقت يقول لك احنا نعمل ايه؟ المجتمع كله فسد، المجتمع باظ، المجتمع انت ما سمعتش المهندس اللي بعد معاه سنين يجيب اموال من الخارج وجي هنا وحط امواله في البورصه ولسه عنده عربيه ولسه عنده شقه ولسه عنده دخل ولسه عنده، وتروح الفلوس في البورصه، يدخل يذبح ولاده الاثنين ويذبح مراته ويحاول ينتحر. يقولوا له ليه لما ينقذ من الانتحار؟ يقول لهم خفت عليهم من الفقر، مش عايزهم يعيشوا فقر. فقر كل اللي انت لسه عندك ده وبتقول فقر. انت ما انت شايف المجتمع وصل لايه؟ ما انتوا شايفين يا جماعه المجتمع بقى مفاهيمه ايه وبعده عن الدين لدرجه ايه؟ الراجل اللي خد مئات الملايين بل مليارات من الناس عشان يشغل لها اموالها وهرب في الاخر كندا، ولما شافوا الصور بتاعته بعد ما هرب لقوا من ضمنها صور وهو بيولع لمراته السجاير بورق من ابو 100 جنيه، ابو 100 جنيه من فلوس الناس، ورق ابو 100 جنيه. انا اعرف اسر دخلها 100 جنيه، اسر عندها امراض، الراجل قعيد والمراه من الامراض قعيده ومش قادرين يشتغلوا واولادهم عايزين يتجوزوا وعايزين ياكلوا ودخلهم في الشهر 100 جنيه وبيقولوا الحمد لله على نعم ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الواحد يقول المجتمع وصل لايه؟ المجتمع والناس فسدت والدنيا بعدت لا،
الثبات في الواقع اللي احنا عايشين فيه صعب زي ما كان الثبات في غزوة تبوك صعب، ولكن لازم نثبت يا جماعة، لازم نثبت يا جماعة. انما احنا الوقت قعدتنا القعدة ديت فرصة ممكن ما تتعوضش، انت سماعك عن ربنا الوقت فرصة ممكن ما تسمعيش تاني، انت دخولك الجامع فرصة ما تضمنش ان الباب يتفتح لك تاني. احنا الوقت اللي احنا ودنا اتفتحت وبنسمع عن ربنا الوقت فيه فرصة، استغلوها، لان في خبرة الواحد في الدنيا اللي بيتفتح قدامه باب ربنا وبيسيبه والله العظيم بيتذل، بيتذل عشان الباب يتفتح له تاني، لان ربنا بيقول له انت قبل كده ما قدرتش نعمة الدين اللي اديتها لك، انا قبل ما ادخلك تاني هعرفك انا ديني وجواري غالي قد ايه عشان لما تدخل المرة دي تحافظ على نعمة الدين. يا جماعة الانتكاس ثمنه غالي قوي، لازم نثبت مهما كان الواقع صعب. احنا الوقت فرصة، اوعى تضيعوه، اوعى تضيعوا فرصة الدين. وقف كعب بن مالك يفكر، طب انا هعمل ايه؟ طب انا عايز اتبع رسول الله، بس زوجتي الجميله، طب اعمل ايه؟ طب انا عايز البي نداء الله سبحانه وتعالى، بس الثمار اللي انا هصرف منها وتجارتي ومصالحي اعمل ايه؟ هي دي قضيه عاوز بس خايف، قضية اللي خايف على وقته، اللي خايف على مركزه، اللي خايف على شهادته، اللي خايف من علاقته بربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز ربنا يا جماعة ما بيترددش، اللي عايز ربنا ما بيحسبهاش، اللي عايز ربنا بيلبي نداء ربنا مهما كل شهوات الدنيا نادته. من يومين وانا قدام المسجد بعد صلاة العشاء ولقينا يعني شاب معدي كده مع فتاة شكلهم صعب جدا يعني جدا، بعدها يعني جيت اقول له كلمة، جيت اقول له كلمة كده عدى ما التفتش خالص يعني، شاب بعدها معدي فحبيب قلبي ده حرام وكده بنفس المنظر. فالولد ظهر على وجهه الانكسار، فقعدت اخدته وقعدت اكلمه في الدين واكلمه عن ربنا واكلمه في اول ليله في القبر هتعمل ايه، وانت الوقت نظر ربنا ليك من فوق سبع سماوات ازاي تجرؤ على معصيه ربنا سبحانه وتعالى. المقصد الاثنين الشباب وقفوا وسمعوا وبدات قلوبهم تتغير، البنتين طبعا وصلوا لمرحله لقيتهم واقفين وعايزين ايه، بيناديهم تعالوا. قلت لهم بصوا للاثنين الشباب، انت الوقت ربنا بيناديك ودول بينادوك، هتلبي نداء مين؟ الموقف ده كلنا بنتحط فيه، هنلبي نداء مين يا جماعه؟ اللي عايز ربنا بيلبي نداء ربنا فوق كل شهوه، اللي عايز ربنا بيضع البيض كله في سله واحده، زي ابو الدحداح لما حط ال 600 نخله اللي عنده عشان يشتري نخله واحده في الجنه، قال لا يعني ايه؟ يعني يا جماعه كان ممكن ب 20 نخله يخلص الموضوع؟ لا، هو بيحط ثروته كلها في سلة الآخرة، هو بيحط عمره كله في سلة الآخرة، هو بيحط فكره وحياته ومواهبه كلها في سلة الآخرة. ليه؟ لأنه ما هوش عايز حاجة غير الآخرة، اللي عايز ربنا، إنما اللي عايز ربنا بس خايف، خايف من طريق ربنا عمره ما هيتقدم، هيفضل يقع ويقع 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 وعمره ما هيوصل لحاجة لا في دنيا ولا في دين. فضل كعب بن مالك واقف يقول طب بكرة، بكرة هجهز، طب بكرة، طب بعده، طب بكرة. التسويف، قضية التسويف اللي بتضيعنا كلنا، كلمة بكرة اللي عمره ما بيجي في حياتنا، كلمة بكرة اللي معظم أهل النار دخلوها بسبب بكرة يا جماعة، معظم أهل النار من الآيات اللي رعبت الواحد من التسويف والتأجيل آيات سورة الحديد اللي بتبدأ بوصف المؤمنين، لما ربنا بيقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ترى أنت كنت بتشوفهم في الدنيا، بتشوفهم زاهدين، تعبانين، مرهقين، ممكن ده من كتر الشغل في الدعوة جسمته اتنحلت ومطربة، ممكن ده من كتر الزهد والصيام وشه مصفر وضعيف، ممكن ده من الفقر لانه هو كل قضيته دينه، شكله بسيط والناس اللي مش فاهمين الدين قاعدين يسخروا منهم. النهارده زي ما كانوا بيتفرجوا عليهم في الدنيا هيتفرجوا عليهم في الاخره بس في وضع تاني، هيتفرجوا عليهم على منابر النور، هيتفرجوا عليهم في وفد المتقين بينظروا لوجه الله، هيتفرجوا عليهم وهم بيوصقوا الى الجنه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. لما تشوفوا حفله من الحفلات الكبيره تلاقوا انوار الليزر اللي فيها بتضرب في السماء وقاعده تتلألأ، لا هم دول انوارهم يوم القيامه، الناس كلها تبص لهم مبهوره وسط ظلمات المحشر، انوار رهيبه يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. بشراكم اليوم، بشراكم اليوم، بشراكم، بشراكم، احنا لسه ما عندناش من على الصراط، بشراكم خلاص. القلق كان في الدنيا والحزن كان في الدنيا والتعب كانت في الدنيا والمجاهده كانت في الدنيا، النهارده خلاص، النهارده ما فيش غير البشريات، النهارده هتاخدوا جزاء دقيقه دقيقه وقفتوها في قيام الليل في الثلث الاخير، النهارده هتاخدي جزاء يوم يوم نزلت بحجابك الشرعي فيه، النهارده هتاخد جزاء كل تسبيح وكل استغفار وكل ايه في القران قريتها، النهارده هتاخدي جزاء كل ساعه صمتيها وكنت عطشانه وصبرت عشان ربنا، النهارده هتاخد جزاء كل مليم انفقته في سبيل الله في الصدقات او في الدعوه الى الله، النهارده هتاخدوا جزاء كل كلمة نطقناها واحنا بنكلم الناس عن ربنا وبندعو الناس لربنا. بشراكم،
بشراكم اليوم جنات كل جنة فيها من أصناف النعيم غير الثانية تجري من تحتها الأنهار، ذلك هو الفوز. مش الفوز كان مراكز الدنيا وشهادات الدنيا وكراسي الدنيا وأموال الدنيا، لا، هو ده الفوز العظيم. الموقف اللي بعده، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، بصوا احنا بس النور الرهيب اللي طالع من وشكوا ده، النور الرهيب اللي منور لكم الصراط، احنا الصراط مضلم قدامنا، احنا لو عدينا الصراط في الظلمه ده احنا هنضيع، هنسقط فيه من جهنم والعياذ بالله. بصوا لنا بصه، نوروا لنا الطريق، احنا لو بندور بالطريق ما نورناش هنروح في جهنم وهنضيع. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا ارجعوا. كان النور بيتحصل في الدنيا، كان النور بيتحصل في زمان الطاعه، في زمان التوبه. الوقت ما عادش، خلاص ما عادش في نور في ارض المحشر غير من الطاعه بتاعه الدنيا. ارجعوا وراءكم في التمسوا نورا. فضرب بينهم بسور، ارض المحشر تتشق نصين، نص كله انوار بتسعى بتضيق للمؤمنين طريقهم وهم بيعبروا من على الصراط، ونص كله ظلمات رهيبه والمنافقين والمنافقات واقفين قاعدين يستغيثوا بالمؤمنين والموضوع انتهى خلاص. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم الم نكن معكم. انا عايزك تركز معايا بقى، هو ده الشاهد اللي انا بقول الايات عشانه، الكلمه اللي انا بقول الايات عشانها جايه يا جماعه. الم نكن معكم، مش كنا معاكم، مش كنا عايشين مع بعض، مش كنا اصحاب، مش كنا بنتكلم، مش احيانا سمعنا نفس الدروس مع بعض؟ الم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم، ها، وتربصتم، استنيتم، قلتم بكره، سوفتم، اجلتم. اهو الاهل بكره بيترموا في النار، هو والعياذ بالله. اهو اهل بكره الرسول قال لهم تحترقون تحترقون، وحذرهم، فضلوا يتاخرهم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، يتاخروا في جهنم والعياذ بالله. كلمه بكره دي جند من جنود ابليس يا اخوان. هتستوف لغايه انت؟ هتفضل لغايه انت ما تواجهش معصيك؟ هتفضل لغايه انت ما تواجهش اللي كتب عليك في صحيفتك؟ هتفضل لغايه انت عارف انك ما وصلتش لربنا وفاتر، ما انتش عايز تنطلق لربنا؟ هنواجه معصينا امتى؟ هنوقف مع نفسنا امتى؟ ونواجه ونقول لازم نتوب امتى؟ امتى يا جماعه؟ كلمه بكره، الكلمه اللي ضيعت الناس. ادي كعب بن مالك وادي ابو خيثمه، ده ما خرجش للغزوه وابو خيثمه خرج، وابو خيثمه خرج. عارفين الفرق ايه؟ كعب بن مالك بيقول في الحديث، بيقول فكنت اقول انا قادر على ذلك ان شاء، انا سهل ان انا التزم وسهل ان انا اتوب وسهل ان انا اخرج وسهل ان انا اقعد مع النبي، بس يعني شويه كده وخلاص يعني. قعد يستدرج. انما ابو خيثمه دخل كده، لا، كان متجوز اثنين، كل واحده متهيئه متزينه والبيت وطبخه اكل، فنظر كده قال لا، رسول الله في الحر وانا هنا؟ قال والله لا ادخل، جهزوا لي حاجتي، والله ما انا داخل. اهو ده الفرق. لو كان ابو خيثمه قال ادخل اشرب كوبايه ميه، كان تخلف عن الغزو مع كعب بن مالك. الحزم يا جماعه، كعب بن مالك بيقول فكدت ان اخرج ويا ليتني فعلت، يا ريتني. كلمه بيقولها، قالها في الدنيا عشان ما يقولهاش في الاخره، يا هتقوليها في الدنيا هتقوليها في الاخره، يا ريتني. مين اللي هيندب في الدنيا ويستحمل في الدنيا؟ بكره هجهز، بكره هجهز، بكره هجهز، لغايه ما راح بكره وراح بعد بكره وراحت الغزوه وانتهى الامر وخرج من ايد كعب بن مالك. من الكلمات العجيبه جدا اللي ربنا قالها في غزوه تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه ايه؟ ها؟ في ساعه العسره. ساعه العسره دي اللي هي ايه؟ تبوك. تبوك، تبوك كانت ساعه يا رب، تبوك كانت 80 يوم يا رب، تبوك كانت 30 يوم في الحر القاتل في الصحراء رايح، و20 يوم انتظار لقتال الروم، و30 يوم راجع يا رب. تبوك كانت 80 يوم. تبوك يا رب احنا جدنا ان احنا كنا هنموت من الجوع فيها، وكنا هنذبح الابل بتاعتنا في صحيح مسلم عشان نلاقي ناكل، لان احنا كنا هنموت من الجوع خلاص، وكنا هنموت من العطش فيها. في صحيح مسلم يا رسول الله هلكنا، عطشنا، ضعنا يا رسول الله. ده في صحيح الحديث بيقول لك حتى كانت رقابنا ان تتمزق، حلقنا كانت هتتقطع من كتر من عطش. تبوك ما خدتش ساعه يا رب. تبوك يا رب احنا كنا هنموت فيها من الرياح لما جت الرياح، والرسول حذرنا من الخروج من المعسكر، وواحد خرج مات في الريح. تبوك ما خدتش ساعه يا رب. ده احنا كنا هنموت من الفقر لما سيبنا الثمار وتوكلنا عليك طول السنه هناكل منين.
فين؟ ده احنا كنا هنموت من الروم يا رب، الروم والأسلحة الرهيبة وفرق التسليح الضخم اللي ما بيننا وبين الروم، ده احنا كنا هنموت من الحر يا رب، كانت ضربات الشمس هتموتنا في الطريق الرهيب، ده احنا كنا هنموت يا رب من الإجهاد، ده في صحابة زي أبو ذر الغفاري خد ال 2500 كيلومتر على رجليه، ازاي يا رب؟ ازاي تبوك ساعة؟ تبوك يا رب ده كانت غزوة العسرة، مش كانت ساعة العسرة، لا، ساعة العسرة، طب ساعة ليه؟ عارفين ليه ربنا قال على تبوك ساعة يا جماعة؟ عارفين ليه؟ عارفين كل ده ساعة ليه؟ عارفة ليه؟ لأن هي أول ساعة، هي أول ساعة، هي أول ساعة في الغزوة، القرار اللي خد قرار إنه يخرج في أول ساعة، بعد كده ما حسش غير هو راجع المدينة، هو أول أسبوع هتقرر إنك تسيب الشاب اللي أنت مرتبطة بيه، هو أول أسبوع هتقرر إنك تسيب الفتاة اللي أنت مرتبط بيها، هو أول أسبوع هتقرر إنك تسيب الاختلاط في الجامعة، هو أول أسبوع هتقرر إنك تلبس النقاب فيه، هو أول أسبوع هتقرر إنك أنت تقاطع أي فرجة على أي برنامج أو قناة فيها اختلاط وفيها معازف وفيها محرمات، هو أول أسبوع، هي أول ساعة يا جماعة، هي أول ساعة تقرر إنك تتوب فيها لربنا، هي الساعة بتاعت القرار، بعد كده خلاص كل اللي باقي متعة وكل اللي باقي في كنف الله سبحانه وتعالى. عارفين يا جماعة ساعة العصر دي بتفكرني بإيه؟ بتفكرني بحب الله، بحب الله قوي، اللي بيحب ربنا أي أمر بيهون عليه لأنه بيحب الآمر، بيحب الآمر، لو أنت بتحب الآمر هيهون عليك الأمر، هيبقى تبوك الرهيبة دي ساعة، هيبقى عمرك اللي بتقضيه في الدعوة ساعة، هيبقى تضحياتك كلها ساعة، ليه؟ لأنك بتحب اللي أنت بتقدم عشانه، لأنك بتضحي عشان واحد بتحبه، لأنك بتضحي عشان حبيبك، لأنك بتجاهد عشان حبيبك، لأنك بتنفذ أمر حبيبك، لأنك بتسعى في رضا حبيبك، فكل الموضوع ساعة حب الله، غير حياتك بحب الله، غيري حياتك بحب ربنا، اوعوا تفتكروا ان حياة الدعاء صعبة، لما كنت ادي دروس في المسجد كان بعض الشباب يجوا يقول انا عايز اطبق الكلام ده وعايز اتوب بس هو عايز يقول بس مش عايز ابقى زيك، هو فاكر ان حياة الدين صعبة، فاكر ان حياة الدعوة دي امتع حياة والله العظيم، طب ليه ربنا قال ساعة العسرة؟ عارفين ليه كمان؟ لان العقوبة للتخلف بالمقارنة بكل اللي حصل في الغزوة ولا شيء، كل اللي حصل في الغزوة ده بالنسبة لعقوبة اللي هيتخلف ساعة، ولا كأنها ساعة بتمر. يا جماعة مين اللي بيحب ربنا؟ اللي بيحب ربنا قيام الليل حبيب لقلبه، الصيام سهل على قلبه، تلاوة القرآن وورد القرآن حبيب لقلبه، مين اللي بتحب ربنا؟ مين اللي بيحب ربنا؟ هي ساعة، عمرك كله ساعة، هتروح هتقضيها في ايه؟ في الطاعة ولا في المعصية؟ وعلى الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة يا حبيبي يا رب. يا رب لو حسيت بحب ربنا وحب رسول الله، والله العظيم يا جماعة المشاعر دي بتقلب الكيان، بتغير الكيان، بتقلب حياة أي إنسان، لما تحس إنك بتحب ربنا وبتحب رسول الله كل حاجة بتهون عليك في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده راح الجيش، رجع الجيش، راحت الفرصة، هي فرص، هي فرص يا جماعة، المنافقين قالوا هنجاهد مع رسول الله الغزوة اللي بعدها، بلاش الغزوة الصعبة دي، فكانت آخر غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا اللي بعده طلع مفيش حاجة بعدها، قالوا اللي جاي طلع مفيش حاجة جاية بعدها، خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج لغزوة مرة أخرى، يعني ممكن تكون دي آخر فرصة، ممكن، ممكن إنسان يفوق في آخر فرصة، ممكن، وممكن إنسان يضيع الفرصة الأخيرة، ممكن الكلام اللي أنت بتسمعه ده آخر فرصة، ممكن الكلام اللي أنت بتسمعه ده آخر فرصة، ما تعرفش، حدش يعرف يا جماعة، لازم نتعامل مع الأمر بقمة الخطورة، يعني لسه أحد إخواني مبلغني يعني إحدى النساء الله يرحمها لسه ميتة وصل عليها بكرة الظهر بإذن الله، لسه مبلغني بإحدى النساء كانت شابة وماتت في دار مسنين وعندها 96 سنة، بيقول جوزها وولادها الاثنين ماتوا في حرب 73، واحد مش عارف اتضرب بالنار، واحد داست عليه دبابة، واحد المهم الثلاثة ماتوا في حرب 73، فانتقلت للحياة في القاهرة، ويعني انتقلت للحياة مع أسرة غير مسلمة، ولما انتقلت للحياة معاهم بدأت تمارس شعائر دينهم، وبدأت تتبع دينهم، وعاشت طول العمر من بعد 73 لغاية 2009 وهي متبعة لدين هؤلاء الناس، ومن شهر واحد، من شهر واحد ربنا ييسر انها تروح وتنتقل الى دار مسنين وتقعد في دار المسنين، وربنا يقيد لها اخ داعية يفضل يدعوها الى الله ويعلمها الصلاة لغاية ما تتوب لربنا في اخر ايام حياتها، لغاية ما تصلي لربنا في اخر ايام حياتها، ولسه ميتة من ساعات الله يرحمها وهي بتقول لا اله الا الله محمد حبيبي رسول الله، لا اله الا الله محمد حبيبي عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام،
يا جماعة ممكن إنسان يلحق آخر فرصة، وممكن إنسان يضيع آخر فرصة، يبدأ بيدمر نفسه. آخر فرصة، راحت الفرصة. وتخلف كعب ورجع النبي عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك بدأ يسأل الناس، أقول للنبي إيه؟ أقول للنبي إيه؟ أوجه النبي إزاي؟ طب أنت ما بتسألش نفسك دلوقتي؟ هتقول للنبي إيه على الحوض؟ هتقول للنبي إيه بالقيامة؟ هنقول لرسول الله إيه؟ يا جماعة الكلام ده مش كلام استثارة عواطف، الكلام ده كلام واقع يا جماعة. في لقاء مرتقب موعدكم الحوض، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدكم الحوض عشان الناس يدخلها الرسول تشرب بايده، وناس الرسول يقول لها سحقا سحقا. يا جماعه احنا بينا وبين النبي معاد، هنقول له ايه؟ هنقابله بانهي وش؟ بكل المعاصي اللي احنا بنعملها وكل التخلف اللي احنا بنعمله. كعب بن مالك تخلف مره، شوفوا حصل له ايه. انت تخلفت كم مره؟ انت تخلفت كم مره عن نداء ربنا وعن طاعه ربنا وعن الدعوه لدين ربنا؟ انت تخلفت كم مره لما الدين احتاجك وانت خذلت الاسلام؟ يجي كعب بن مالك يقول يا رسول الله والله ما كنت اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت. بس هو نطق الكلمة وخلاص، شجع قلبه وصدق رسول الله خلاص. اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. كعب بن مالك اعترف، اعترف يا جماعة. احنا مش عايزين نعترف، احنا مش عايزين نعترف. الرسول كان بيقول لربنا في الثلث الاخير، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. احنا مش عايزين نعترف، احنا مراوغ. احنا تلاقي الشاب قاعد مع فتاه والعياذ بالله، فاكرين نفسهم فين؟ ده فاكرين نفسهم يعني والعياذ بالله. تيجي تكلمه يقول لك ده خطيبتي. هو بيعمل ايه ده؟ هو عاقل ده ولا مجنون؟ ده لا عاقل ولا مجنون يقول اللي هو بيقوله، ولا 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 يرد الرد اللي هو بيقوله. هو مش عارف هو بيودي ده، بيحرق نفسه، ده بيولع نفسه والعياذ بالله. تحترقون، تحترقون والعياذ بالله. كعب بن مالك احترف وصدق. احنا صادقين ولا لا؟ انت وانت بتصلي صلاة انسانة صادقة مع ربنا، انت صادق في كل كلمة بتقولها ربنا في صلاتك ولا لا؟ طب اقول لك اختبار، وانت في التحيات، وانت بالتحيات وانت بتقول وانت بتودع وجوار الله والوقوف بين ايدين ربنا، وبتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، بتقول ربنا الطيبات لله، بتقول ربنا الطيبات لله. عارف يعني الطيبات؟ يعني افضل ما عندك في حياتك لله، يعني اطيب ما في عمرك لله، اطيب ما في وقتك لله، اطيب ما في مالك لله. انت كده انت فعلا افضل وقتك لربنا، ولا بتنكر ربنا في دول اوقاتك المذاكره والمحاضرات والدروس كلها في الوقت الحلو اللي انا فيه، وافتكر بقى ورد القران ولا ورد ولا اي طاعه لما خلاص بقى ايه ابقى بقى من طولي. انت فعلا حياتك افضل ما في عمرك لربنا، ولا بتيجي لربنا بعد ما خلاص تبقى في ساعه عندك 80 ولا 90؟ احنا يا جماعه افضل حياتنا ربنا. ربنا يتقبل التوبه من الجميع يا رب، اللهم امين. احنا بندعو ربنا افضل اوقاتنا وافضل اعمارنا وافضل حياتنا. احنا فعلا كده ولا لا يا جماعه؟ الطيبات لله. احنا صدقين. كعب بن مالك صدق عشان كده نجا. كعب بن مالك الوقت هتشوفه هيتشد عليه ازاي، هتشوفه عقوبة هذا الذنب قد ايه، هتشوفه عقوبة هذا الامر وهذا التخلف اللي عمله قد ايه، هتشوفه يا جماعة هذا التخلف عن الغزو مع الرسول. الواحد سأل نفسه، طب ليه الرسول ما قصاش على المنافقين وشد على كعب كل ده؟ عارفين ليه؟ لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى الابتلاء بيشتد عليك، اعرف ان انت فيك خير، اعرف ان انت ربنا يريدك انت بالذات، اعرف ان انت ربنا سبحانه وتعالى يريد انه ياتي بيك، بس بيمتحنك قبل ما يدخلك سبحانه وتعالى. كعب بن مالك قام وهو ما هوش عارف عقوبة ذنب واحد بس عمله هيبقى شكلها ايه. اه يا جماعة، اه يا جماعة، الواحد لما وقف يتدبر اللي عرفوا يعني ايه ذنب عملوا ايه، اللي عرفوا يعني ايه ذنب حياتهم بقى شكلها ايه، ليلهم بقى شكله ايه، نهارهم بقى شكله ايه، كلامهم بقى شكله ايه، استعدادهم للاخره بقى شكله ايه، تعاملهم مع الدنيا بقى شكله ايه. اللي عرفوا يعني ايه ذنب عملوا ايه. عايزين يا جماعه نشوف الناس دي عملت ايه، اللي عرفوا يعني ايه ذنب، عشان نعرف نتعامل مع ظلمنا ازاي، عشان نعرف نتعامل مع عاصمنا ازاي. احد السلف لما كان بيموت وقعد يبكي عند الموت، فقالوا له انت بتبكي ليه؟ فقال لهم اني انتظر رسلا من عند ربي ملائكه نازله دلوقتي يبشرون يرونني اما الى الجنه واما الى النار، وددت لو انها تلجلج في صدري الى يوم القيامه. يا ريت روحي تفضل تتلجلج في صدري وحسن ينزل لي ملك يقول لي ان ربنا ما تفش علي، ان ربنا ما قابلش مغفره ذنوبي، اعمل ايه ساعتها؟ المراه يا جماعه الغامديه اللي جت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتقولوا طهرني يا رسول الله، وقعت في الزنا، انت عارف يعني ايه طهرني؟ طهرني يعني هتترمي، طهرني يعني هتموتي موتة في قمة الألم،
انت اي حاجة استحمل اي حاجة ليه؟ لان انا استحمل اي حاجة في الدنيا انا ما بستحملش الاخرة. انا استحمل عقوبة ذنوبي في الدنيا انا ما استحملهاش في الاخرة. انا ما اقدرش استحمل ان انا قابل ربنا وانا في صحيفة ذنب ما اتفحش من عليا. ما اقدرش استحمل. طهرني يا رسول الله. كرهة الدنيا ما عادتش طايقة الدنيا ليه؟ لانها عارفة عن ايه ذنب. كعب ابن مالك يا جماعة ايه اللي خلاه يثبت؟ ايه اللي خلاه يصبر على كل اللي هيحصل له الوقت ده اهو؟ عارفين ايه؟ انه يقدر يستحمل في الدنيا اي حاجة، انما ما يقدرش يستحملها في الاخرة. يقدر يستحمل في الدنيا ان الرسول ما يردش عليه لما يسلم عليه، انما ما يقدرش يستحمل على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول ما يردش عليه، ما يقدرش، ما يقدرش. الرسول الصحابة يا جماعة اللي عرفوا يعني ايه ذنب عملوا ايه؟ اللي عرفوا يعني ايه ذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول لربنا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما وما وما. ايه يا رسول الله؟ كل دي ذنوب يا رسول الله. انت بتذنب يا رسول الله. شايفين يا جماعة المؤمن مرعوب قد ايه من ذنوبه، خايف قد ايه من ذنوبه، عامل قد ايه حساب ذنوبه، لانه عارف يعني ايه ذنب. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء كان يقول: غفرانك غفرانك ليه؟ لان الانسان في جسمه سموم لما بيدخل الخلاء ربنا بيخلصه منها، لولاها كانت سممت دنيته وسممت جسمه. اهو الذنوب في الصحيفة هتسمم الاخرة. الرسول بيقول: يا رب انت خلصتني من سموم الدنيا، خلصتني من الذنوب اللي هي سموم الاخرة يا رب، خلصني منها يا رب بكرمك وبفضلك يا رب. غفرانك. كلمة ذنب يا جماعة، كلمة ذنب. انتوا عارفين الذنب ده عامل زي ايه؟ لو انت على طريق سريع ربنا يعافينا، واحد على طريق سريع وحصل حادثة بيتصل بالاسعاف يقولوا بسرعة، لو الطريق زحمة هيعرفوا يوصلوا له؟ لا. ليه؟ الطريق مسحوق. انت كذلك لما يكون عندك ذنوب كتير وترفع ايدك في ابتلاء تقول يا رب الفرج يجي ينزل، الطريق زحمة كله ذنوب ومعاصي. احد الشباب كان في جامعة هنا في القاهرة ودخل سنة اولى نجح، تانية نجح، تالتة نجح، رابعة الترم الاولاني نجح ودخل الترم الثاني وهيتخرج وياخد الشهادة. كان فقير جدا، كان بيلبس هدوم قديمة دايما وسط اصحابه، ما كانش معاه فلوس يشتري الكتب، كان بيستلف الكتب من اصحابه لانه ما يقدرش يشتري الكتب، كان عايش عيشة فقيرة جدا جدا. يعرض على هذا الشاب في الترم الثاني في اخر سنة كبيرة من الكبائر ويقع فيها والعياذ بالله. بيقول: انا بعدها انا ابتليت في الدنيا، انا ابتليت في الفلوس، انا ما كسبتش حاجة، انا سبت الكلية، انا خسرت شهادتي، انا خسرت كل حاجة، ولكن اكتر حاجة معذبة قلبي، اكتر حاجة جرح قلبي، ان انا كنت قبل كده لما برفع ايدي وبقول يا رب كان بيحسسني انه سمعني، الوقت لما برفع له ايدي بيحسسني ان انا في النوم سمعني، هو سامعه بس ربنا الباب مقفول. ليه؟ لازم تتوب. هتصبر قد ايه؟ هتصبري قد ايه؟ صادق في رغبة في التوبة قد ايه؟ يا اخواني في الله يا جماعة، يا جماعة احنا لازم يا اخواني نفوق، لازم نفوق يا جماعة، لازم نعرف يعني ايه ذنب. الراجل ده ما هوش عارف ان الطريق زحمة، بيرفع ايده بيقول يا رب والطريق زحمة بالكبائر اللي عملها. الذنوب دي عاملة زي واحد تحت بيت الانقاض وقعت عليه، البيت اتهد عليه، لو الانقاض ما اترفعتش هيموت. الانقاض دي يا ذنوبنا، لازم نرفع الانقاض، لازم نتوب، لازم نفوق من الذنوب بتاعتنا. اه لو العصي هو بيعصي ربنا، اه لو كل واحد بيعصي ربنا في المجتمع، اه لو كل واحد داخل يتعامل بربا في بنك، اه لو كل واحد موظف هو بيمد ايده ولا بيفتح الدرج ياخد رشوة، اه لو كل مدخن هو بيطلع السجارة وبيولعها، اه لو كل واحد هو بيطلق نظره في الحرام، اه لو كل شاب هو بيقلب القنوات على الاغاني وعلى القنوات المنحلة، اه لو كل شاب هو قاعد قدام النت في معاصي، اه لو كل واحد بيعصي ربنا، اه لو كل كوافير حليبي وهو ماسك شعر امرأة لا تحل لانه يبص لها اصلا وهي قاعدة قدامه عشان تعمل شعرها، اه لو كل واحد هو بيعصي ربنا، لو كل متبرجة وهي ماشية في الشارع، لو كل واحد عاصي لله، لو كل واحد ماشي في قلبه حقد وحسد وغيرة وما بيعملش الناس بأخلاق الإسلام، لو كل واحد بيعصي ربنا، شاف وهو بيذنب، شاف اللي بيعدي لف قبره جزاء المعصية، شاف الأبواب اللي بتتسد في وشه، شاف العطاءات اللي كانت نازلة من ربنا ليه واتمنعت عنه واتحرم منها، أه لو هو بيعصي ربنا، شاف اللي اتكتب عليه في صحيفته ليوم القيامة، أه لو هو بيعصي ربنا، شاف اللي اترفع لربنا عنه وهو بيعصي ربنا، عمره ما كان واقع في المعصية. مش ربنا بيقول: فقلت استغفروا ربكم
انه كان ايه؟ غفارة. غفارة لما تستغفر الذنوب يا رب تعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارة. هي كانت مقفولة بالذنوب بقى ويمددكم باموال. هو الخزائن كانت مقفولة بالذنوب بقى، وبنين هو ارحم النساء كانت مقفولة بالذنوب، ويجعل لكم جنات. الارض كانت مقفولة بالذنوب. يعني ايه؟ يعني الذنوب بتربس عليك المية والنور والهواء من كل النواحي. الذنوب دي اكبر كارثة في حياتنا. ذنوبك دي قنابل موقوتة محطوطة في الحصعيطة بتاعتك، ممكن تنفجر فيك في اي لحظة. ذنوبك دي اكبر مصيبة في حياتك. ذنوبنا دي سر كل ابتلاء ومشكلة في دنيتنا وديننا واخرتنا. لازم نفوق يا جماعة. كل ذنب بتعمله نقطة صودة على قلبك، كل ذنب بتعمليه نقطة صودة في صحيفتك، كل ذنب بتعمله تشديد لضمة القبر، تشديد لخروج الروح، تضييع لمتعة من متع الجنة كنت هتاخدها بس انت استمتعت بها في الحرام في الدنيا. كل ذنب انت بتعمله تتقيل لحملك وانت ماشي في ارض المحشر وعرصات القيامة، تشديد لحر القيامة عليك، تشديد لظلمات الصراط وانت بتعدي من عليه، تتقيل لكفة السيئات وانت بتتوزن اعمالك على الميزان. كل ذنب انت بتعمله او انت بتعمليه خزي وتسويد للوجه ساعة العرض على الله. وبالعكس يا جماعة، كل طاعة انت بتعملها نقطة نور على قلبك ونقطة نور وسجل شرف في صحيفتك. لو تشوفي وانت بتقرأ القرآن، لو تشوف وانت صايم، لو تشوف وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، لو تشوفوا يا جماعة واحنا قاعدين نسمع دروس الدين وقلوبنا بتعزم عزم اكيد على التوبة. يا جماعة لو تشوف وانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيترفع لربنا عنك، والعطاءات اللي ربنا بيكتب ان هي تاخدها في الدنيا جزاء طاعتك، واللي بيعد ليك من النعيم في قبرك. لو تشوف وانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى الفتوحات اللي ربنا بيديها لك والابواب اللي بتتفتح في وشك واللي بيتكتب من الحسنات في صحيفتك. عمرك ما تبطل طاعة. كل طاعة تتقيل لكفة الحسنات في القيامة، كل طاعة تخفيف لخروج الروح ساعة الموت. زيادة انك انت تموت على حسن خاتمة تلقى الله بخاتمة مشرفة. كل طاعة انت بتعمليها تزود لنعيم القبر، كل طاعة بتعمليها تنوير لوشك ساعة العرض على الله، كل طاعة انت بتعملها زيادة للنور على الصراط وانت بتعدي من عليه، كل طاعة انت بتعملها وانت بتعملها بتزود فرصتك انك تقف في ظل عرش الله يوم القيامة. لو نشوف ثمرة الطاعة. لو نحس بثمرة الطاعة يا جماعة. لو نحس برضه بثمرة المعصية. انتوا عارفين يعني ايه ذنب؟ احنا عارفين يعني ايه ذنب يا جماعة. اللي خافوا من الذنوب عملوا ايه؟ اللي فهموا يعني ايه ذنب عملوا ايه؟ اللي عرفوا خطورة الذنب قد ايه الذنب خطير عملوا ايه؟ وتعاملوا مع الذنب ازاي؟ انا ما اقدرش يا رب، انا ما اقدرش ان انا اقابلك وفي ذنوب في صحيفتي يا رب اقابلك بيها، ما اقدرش يا رب، ما اقدرش الا الذنوب والمعاصي. كعب بن مالك وقف وقام وهو مش عارف هيحصل له ايه؟ بسبب المعصية الوحدة اللي هو عملها بس. قام كعب بن مالك وبدأت الصدمات المتوالية. أول صدمة قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتمع كله بمقاطعة جماعية من المجتمع لكعب بن مالك. إيه ده؟ من بداية كده؟ يعني أنت مثلا من سكان مثلا القاهرة، تخيل لو أهل القاهرة كلهم قطعوك، حدش راضي يكلمك، محدش راضي يرد عليك، محدش بيرد عليك السلام، ما عادش حد بيزورك، ما عادش حد بيفتح لك بابه، ما عادش حد بيبص في وشك، تعيش ازاي؟ مقاطعة جماعية من المجتمع. والمجتمع نفذ ولا في ناس نفذت وناس ما نفذتش؟ لا يا جماعة، المجتمع كله نفذ. من زي الوقت لما نقول يا جماعة اليهود بيحاربونا، قضعوا البضائع اليهودية والأمريكية، تلاقي الواحد واقف بكنز بيمسي في الشارع وماسك في ايده بسكوت أمريكاني ومبسوط جدا وسعيد وهو في وقت السعادة. المجتمع كله ما بيسمعش كلام الدين، المجتمع مش تحت امر الدين، جرايد قاعده تحارب في الدعاء وتشتم في الدعوه وتلاقي المجتمع بيشتريها وهو عارف انها بتشتم في الاسلام وبتحارب الدين ويشتريها، برامج علمانيه بتحارب في الاسلام وبتحارب في الدين وبتسب في الدعاء وبتشوه صوره رموز الدين، ومع ذلك الناس تتفرج عليها. المجتمع مش حاجه واحده، المجتمع مش كله تحت امر الدين، وهو ده الجهاد اللي ورانا، ده الجهاد اللي ورانا يا شباب، ده الجهاد اللي ورانا يا كل انسان شايل هم الدين، وكل انسان ناوي انها ما تتخلفش عن نصر الدنيا ولا تخذله، ده الجهاد اللي ورانا، ان احنا نسوق المجتمع كله، ان احنا نرجع المجتمع كله زي ايام النبي عليه الصلاه والسلام، كله تحت امر الدين. الصدمه الاولى المجتمع كله قطع كعب بن مالك، كعب بن مالك صحى لا خلاص محدش بيكلمه، محدش بيعامله، محدش بينه وبينه اي علاقه. الصدمه الثانيه لما الاثنين اللي تخلفوا معاه يفاجئ ان هم انهاروا من البكاء وانهاروا نفسيا تماما لدرجه ان واحد منهم كاد ان يشل من كتر البكاء، ما عادش حد بيوسيه،
ما عادش حد واقف مع الاثنين اللي كانوا معاه دول يا جماعه، الاثنين اللي تخلفوا عن تبوك مع كعب بن مالك دول شاهدوا بدر. شاهدوا بدر افضل جنود الارض كانوا هم جنود بدر من الصحابه. شاهدوا بدر يعني ايه؟ يعني اوعى تتغر في طاعتك، اوعى تظن انك لانك كويس هتبقى بكره كويس، اوعى تظن لانك نجيت من فتن الشيطان السنه اللي فاتت هتنجو منها السنه الجايه، اوعى تظن لانك ثبت الفتره اللي فاتت هتثبت الفتره الجايه. انت بتعقدنا ليه؟ انت بتخوفنا ليه؟ انا بخوفكوش يا جماعه، انا بحذركم يا جماعه، انا مش جاي اخوفك، انا جاي احذرك، انا جاي اقول لك حافظ على دينك، حافظي على علاقتك بالله سبحانه وتعالى. الصدمه الثانيه ان كعب بن مالك يلاقي نفسه لوحده وما عادش عارف يعمل ايه، وما عادش عارف طب هيعمل ايه. الصدمه الثالثه، الصدمه الثالثه الرهيبه بقى، الصدمه اللي ما فيش قلب يقدر يستحملها، ينزل كعب بن مالك يروح يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينه المنوره عشان النبي يبص له يضحك له يسلم عليه، النبي وحشه، سلام النبي وحشه. كعب بن مالك بسبب معصيه واحده عملها اتحرم 50 يوم من بركه سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. انت بسبب معصيتك ممكن تتحرم قد ايه من سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخواني يا جماعه، كعب بن مالك راح يسلم على النبي، بص للنبي لا النبي ما بيردش عليه السلام، ما سمعش صوت رد السلام من رسول الله. تعملي ايه لو ده حصل معاك يوم القيامه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعمل ايه لو ده حصل على الحوض، لو النبي ما رضاش يسلم عليك؟ يا جماعه الحوض النبي عليه الصلاه والسلام هو والملائكه بينزلوا في وسط ارض المحشر، كل واحد كان بيتوضى ويصلي في الالتزام متمسك بدينه، بيبقى وشه منور وايديه ورجليه منورين، غر محجلين من اثر الوضوء والصلاه. النبي يفضل يلتقطهم من ارض المحشر والملائكه تلتقطهم ويقودوهم الى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس كانت معانا، في ناس بتقول انا مسلم وانا كويس وانا وانا وانا، يلاقي النبي ما اختاروش، النبي ما اختارهاش، النبي سابه، النبي سابها، يجروا على حوض النبي عليه الصلاه والسلام، يجروا على النبي، يا رسول الله تقوم الملائكه تطردهم، يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشوفهم فيصعبوا عليه، يقول يا رب امتي دول مسلمين يا رب، فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدثوا بعدك. ما انتش عارف يا رسول الله كانوا بيتفرجوا على ايه وبيسمعوا ايه وبيقولوا لبعض ايه وبيطلقوا نظرهم في ايه وبيقولوا بلسانهم ايه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. صدمة الثالثة كانت رهيبة قوي يا جماعة، صدمة ان كعب بن مالك النبي ما يسلمش عليه لو ده حصل معاك على الحوض. الحوض يا جماعة المكان الوحيد اللي فيه ظل واستحر القيامة، حوض النبي عليه الصلاة والسلام المكان الوحيد اللي فيه شراب وسط عطش القيامة، حوض النبي عليه الصلاة والسلام المكان الوحيد اللي فيه أمن وسط فزع القيامة، حوض النبي عليه الصلاة والسلام المكان الوحيد اللي فيه كساء وسط عري القيامة، حوض النبي عليه الصلاة والسلام المكان الوحيد اللي فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، اللي فيه أهل الطاعة والصحابة وأهل الدين وأهل الإيمان وسط ظلمات المحشر وعرصات القيامة، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. تخسره ازاي؟ تخسريه ازاي؟ محدش يقدر انه يخسره يا جماعة. الصدمة الرابعة بعد الصدمة الرهيبة اللي نزلت على قلب كعب بن مالك لما لقى رسول الله ما بيردش عليه، والله يا جماعة ما حد منا يستحملها، والله ما حد منا يستحملها في الدنيا، يستحملها في الآخرة ازاي؟ ازاي تعرضي نفسك لكده؟ ازاي؟ يجي الموقف الرابع والصدمة الرابعة لما يلاقي رسالة جاية له، الرسالة دي من مين؟ من ملك غسان. ملك غسان عايز منه ايه؟ ملك غسان عميل الروم في جزيرة العرب من أجل حرب الإسلام، عايز منه ايه؟ بيقول له بلغنا أن صاحبك قد قلاك، صاحبك سابك، الحق بنا نواسك، تعال لنا عشان نواسيك. كعب بن مالك حس ايه ده؟ اشمعنى ما بعتش لأبو بكر وعمر؟ بعت لنا ليه؟ بعت لنا لأن أنا اللي عصيت، أنا اللي تخلفت عن نصرة الدين، يبقى العاصي ده هو مطمع أهل الباطل، العاصي ده الثغرة اللي أهل الباطل بيحاربوا الإسلام من خلالها. كعب بن مالك مسك الرسالة وحرقها في الفرن، حرقها ليه؟ لأن كعب بن مالك عارف نقطة ضعفه، عارف إن هو لما بيسوف ممكن يضعف قدام الموقف، فكعب بن مالك اتعلم، اعرف نقطة ضعفك، اعرف النقطة اللي بتوقعك كل مرة ايه، اصحابك هم اللي بيرجعوك كل مرة، إيه معصية معينة هي اللي ابعد عن هذه المعصية وعن مكانها وعن أي حاجة تفكرك بيها. يا جماعة لازم تكتشف نقطة ضعفك، لازم تكتشف نقطة ضعفك وتواجهها، اوعى تسيب باب موارب بينك وبين المعصية أبدا. كعب بن مالك الملك الروم قال له الحق بنا
الوقت يا جماعة 1000 رسالة وصلتنا، الحق بنا. 1000 رسالة وصلت للشباب الأمة برضو من ملوك الروم بتقول لهم الحقوا بينا، الحقوا بينا. ما قالوش غير بينه، قال له تعالى بس. ما تغيرش دينك ليه بيستدرجوا؟ ما تغيروش دينكم، غيروا بس تصريحة شعركم، غيروا بس لبسكم، شكل لبسكم خلوه زينا، غيروا بس فكركم ومناهجكم خلوها زينا، غيروا بس أساليبكم في الحياة وألفاظكم والكلام اللي بتغيروه خلوه بلغتنا، غيروا مدارسكم خلوها بتعلم مناهجنا بدل مناهجكم، غيروا بس منكم. ما تغيروش دينكم، انتوا تغيروا بس في الحاجات دي وهتيجوا. هتيجوا كم واحد من الامه دي يصلحك بيهم؟ كم واحد وقع الصدمه الخامسه لما كعب بن مالك يروح كعب بن مالك يجي له رساله من رسول الله؟ ده الرسول بيقول لي الفرج جه. لا امال ايه؟ ده تفرق بينك وبين مراتك ازاي؟ مراتي ده انا مسلم، ده انا مؤمن، مراتي تفارقني ازاي؟ ومراته نفذت ليه؟ لان الناس يا جماعه كانت عاطفه الدين فوق كل عاطفه. عارفين كعب بن مالك انا بحس بقصته بايه؟ عارفين بحس ان اصدق كلمه تنطبق على كعب بن مالك ايه؟ تائب رغم كل شيء، راجع لربنا رغم كل شيء، واقف على بابك يا رب رغم كل شيء، نفسي اتوب يا رب وهصبر على التوبه رغم كل شيء. لو يا رب مراتي سابتني والدنيا سابتني والدنيا عادتني والناس هجروني، انا يا رب على طريقك وعلى بابك واستحمل كل حاجه. ومراته دينها اغلى عندها من جوزها، وقرايبه دينهم اغلى عندهم من قريبهم قطعوه، والمجتمع حتى اللي بينهم وبين كعب مصالح وتجاره قطعوه، لان دين المجتمع كان فوق كل شيء. البنت اللي بتقول انا خايفه ان انا ارجع للشاب اللي كنت بكلمه، والشاب اللي بيقول انا خايف انها تتصل بيا تاني. شوفوا الناس سابوا ايه يا جماعه؟ ده سابت جوزها عشان ربنا سبحانه وتعالى. تيجي الصدمه الاخيره، يروح كعب بن مالك لابو قتاده، يروح لابو قتاده في اليوم ال40 بعد 40 يوم من هذه المقاطعه، ينط من على السور بتاع ابو قتاده يسلم عليه بيقول فوالله ما رد عليه السلام. يقول له اتعلم اني احب الله ورسوله؟ تعرف ان انا بحب ربنا؟ يقول له الله اعلم. كعب بن مالك بيقول فما شق علي شيء مثلها، انا قلت بتهم ان انا بحب ربنا ولا بحبوش؟ ده انا عايش بحب ربنا وعايش لحب ربنا. كعب بن مالك يا جماعه اللي صبره في كل ده حب ربنا، اللي صبره في الوقف على باب ربنا كل ده حب ربنا، اللي صبره على ذل التوبه كل ده حب ربنا. كعب بن مالك اعتبر ان اكبر طعنه خدها في حياته انه اتهم في حبه لله سبحانه وتعالى. فما شق علي شيء مثلها، اشد حاجه كانت عليا في الابتلاء ده كله ان انا اتهمت في حب لله سبحانه وتعالى، ان انا بسبب معصيه عملتها اتهمت انا بحب ربنا ولا ما بحبش ربنا. بيقول فخرجت وعيناي تفيضان بالدموع. خرج كعب بن مالك وعينيه كلها دموع، وعينيه فيضان دموع نازله من ناحيتين. خرج كعب بن مالك وما عادش يعرف يعمل ايه، قعد يعدي يوم ورا يوم ورا يوم لغايه ما تم 50 يوم، المجتمع مقاطعه ورسول الله هجره والناس هجراه ومراته سابته وبقى لوحده في البيت، محدش بيعامله محدش بيخبط عليه ومحدش بيطمنه بكلمه، والناس كلها شاكه فيه والله شاك ان حاسس ان ربنا غضبان عليه من فوق 7 سماوات. احكام ابن مالك مش عارف يعمل ايه. ربنا بيقول حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، حسوا بالخنقه وضاقت عليهم انفسهم، بقى مفيش حاجه لها طعم، مفيش حاجه بتريحه، مفيش مكان بيحس انه بيسرع عنه، حاسس انه مخنوق وهو قايم وهو نايم، مش طايق انه ياكل ولا ينام ولا يعيش، ما عادش قادر يستحمل. وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. الله اكبر. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي وضاقت مذاهبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. 50 يوم، في اليوم ال50 طلع اذان الفجر جدا، مش قادر ينزل يصلي مع صحابه، ما عادش قادر ينزل الشارع، ما عادش قادر يتعامل مع حد ولا يشوف حد، ما عادش قادر يستحمل هجران المجتمع عليه اكتر من كده، ما عادش طايق حاجه، حس بالندم الرهيب. يصلي ركعتين الفجر ويقعد على سطح بيته هو قاعد وحيد في كرب لا يعلم مدى الا الله والدنيا كلها مقطعاها، وفجاه يسمع صوت يشق الفضاء، يا كعب ابن مالك ابشر. بيقول فعلمت ان الفرج قد جاء فخررت ساجدا
ترى كأن واحد جالي مرض كل الناس قالت علي ان انا ميت ميت ويئست من حياتي وفجأة لقيت مرض وفجأة لقيت دواء نزل لي من السماء ان انا هروق وامل ان انا هشفى سجد لله سجد تشك بكل فرح للتوبة وفوجئ ان واحد طلع من على الجبل وناداه ابشر واحد ركب حصان من الصحابة اول ما عرفوا من النبي ان ربنا تاب عليه وراح يبشره في بيته خرج بسرعة يجري على النبي لقى الصحابة خارجين جماعات في الشارع بيحتضنوه الدنيا كلها فرحانة بيه جرى على المسجد ام طلحة بن عبيد الله يحتضنه وفرحان بيه راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة من 50 يوم عدوا عليه يوم يوم لا ساعة ساعة 1200 ساعة لا اضربوا في 60 72,000 دقيقة 720,000 دقيقة اضربهم في الثواني شوفوا هيطلعوا كم مليون ثانية حطوا عليها يا جماعة كل خلاص اتخلق وفجأة يجي الفرج من ربنا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي الرسول لأول مرة من 50 يوم بيضحك في وشه وبيقول له يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك هو خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يوم جوازك يوم ما تقدم لك العريس اللي كنت بتتمنيه يوم ما لقيت وظيفة جديدة يوم ما خدت الشهادة يوم ما خدت الدكتوراه خير يوم ايه يوم التوبة يا جماعة يوم قبول الله للعبد يوم ما ربنا هيفتح لك باب ويقول لك ادخلي يوم ما ربنا هيفتح لك باب ويقول لك اذنت لك انك تصالحني يوم ما ربنا هيتوب علينا قال له يا رسول الله انا اخرج من مالي كله ليه عايز تخرج من مالك ليه يا كعب ما هو مالي ده اللي فتني عن الجهاد ما الدنيا دي اللي عطلت عن الجهاد لا انا ما عدتش عايز دنيا عشان افضل ربنا طول حياتي وهي دي التوبة يا جماعة انك ترجع بعد التوبة احسن مما كنت قبل التوبة كعب ابن مالك بعد التوبة بقى احسن من قبل التوبة 1000 مرة كعب ابن مالك ده يا جماعة بسبب 200 شعر ألفهم لانه كان شاعر قبيلة دوس دخلت في الاسلام ده في الإصابة رواية عن ابن سيرين بسبب 200 شعر قالهم قبيلة دوس دخلت في الإسلام أما قريت الكلام ده قلت سبحان الله يا رب الناس دي كانت بتسخر كل موهبها لنصر دينك الناس دي كانت عايشة عشانك بكل طاقتها وكل مواهبها وكل إمكانياتها وتنزل تبطو في القرآن وتتم فرحة كعب ابن مالك بقبول الله لي وقبول الله وفتح الباب لي انت عايز تتوب انت لسه نفسك تتوب انت نفسك انك تبطل احتراق بسبب الذنوب نفسك انك الليلة الوقت تنقذ جسمك من الاحتراق اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه ان جسمك ما عادش يولع بسبب الذنوب يا جماعة انا عايزك تخاف لازم تخاف لازم تخاف ليه الله لازم تخاف لان كعب ابن مالك وقع يا جماعة كعب ابن مالك اذنب انت مش انت كعب ابن مالك لما اذنب تخيلوا هل ممكن صحابي كان يعمل التخلف ده بعد كده لا ليه لانهم اعتبروا اوعى تخلي ربنا يجعلك عبرة اللي حواليك اوعى تخلي ربنا يجعلك عبرة اللي حواليك ولازم اوعى تحبط ليه اذا كان كعب ابن مالك يا جماعة اذنب احنا لما يا جماعه لازم نقع اوعى تحبطي لما يجيلك فطور اوعى تحبط لما تقع لازم تقعي والوقعات دي هي اللي بتعلم قلبك الانكسار لله اوعى تحبطي قومي كملي الباب مفتوح ما اتقفلش يا بنتي هو ربنا قال لك انك لما بتقع الباب بيتقفل ابدا بالعكس قومي يا بنتي وكملي قوم وكمل اوعى تحبطوا يا جماعه الصحابه وقعوا قاموا احسن مما كانوا قبلها لازم نفهم يا جماعه عقوبه تخلينا عن نصرة ديننا الايام دي الذنوب الرهيبه اللي احنا بنعملها مش حاسين كعب ابن مالك تخلف عن نصرة الدين كام يوم 50 يوم 30 يوم رايحين تبوك و20 يوم في تبوك طب ال30 الباقيين لا ده كانوا راجعين خلاص الغزوه خلصت قصادهم 50 يوم عم ربنا قبل توبته وهو واقف على الباب يعني لو انت بقالك كذا سنه متخلفه عن نصرة الدين وعن تثبيت لا اله انت محتاجه كام سنه توب يا عم ربنا يفتح لك الباب يا جماعه عايزين نفهم يا جماعه كلنا وقعنا في الذنوب بس مين فينا تاب توبة كعب ابن مالك هدف درس لنا ان احنا نتوب توبة كعب ابن مالك ان احنا نتوب هذه التوبه اللي تطلع بعدها انسان تاني بيقول يا رسول الله انا اخرج من مالي كله يخلع الثوب اللي عليه دي صدقه الاحوذيه لاحد الصحابه ليه لانه رجع انسان تاني هي دي كلمه توبه لما بقول لك توبي بقول لك غير حياتك غير ليلك غير نهارك غير لبسك غير شكلك غير مفاهيمك غير الفاظك غيري اهدافك غير طموحاتك غيري تصوراتك لما بقول كلمة توبة يعني معناها تغيير عايز تتوب لربنا سبحانه وتعالى قصة كعب ابن مالك يا جماعة عبرة لينا كلنا كعب ابن مالك تخلف مرة وشوف العقوبة انت تخلفت كم مرة
لازم نفوق في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نحافظ على حسناتنا. البنت اللي بتلبس حجاب ولا نقاب وحاطه كحل من تحته، انت يا بنت قاعده تحب الحسنات من ناحيه في الشوال، والشوال مسقوب بتنزل الحسنات من ناحيه تانية بالمعصيه اللي انت عاملاها. يا جماعه اللي بيعمل الطاعه والمعصيه مع بعض، انت بتضيع حسناتك ليه؟ حافظوا على كنوزكم اللي هتقابلوا بها ربنا، حافظوا على ثروات عمركم اللي هتقابلوا بها ربنا. كنا الليله مع قصه توبه كعب بن مالك، مع قصه رساله ارسلتها الليله لكل واحد بيقول نفسي اتوب، اهو اصبر زي ما صبر. رساله لكل واحده بتقول انا عايز اعرف ايه التوبه النصوح الصادقه، ايه التوبه اللي ربنا خلى ذكرها في القران. رساله لكل بنت بعد الفالنتاين فيروس، ولا بعد ايه، بعد هذا الفيروس، بدل ما يدمر مناعتها ايمانها زاد بفضل الله وثبت لربنا، وهي بتقول انا عايز اثبت. اهو يا جماعه قصه توبه كعب بن مالك نبراس لنا كلنا ان احنا نثبت. التوصيات في النهايه، واحنا وصلنا لنهايه الحلقه. التوصيات يا جماعه، يعني اول حاجه الحاجه اللي احنا ذكرناها اللي عندها 96 سنه الله يرحمها، يعني هيصلى عليها بكره ان شاء الله صلاه الظهر، ويعني من باب صناع المعروف، لان صناع المعروف مش ان احنا نعمل صناع معروف للي عايشين بس، واللي ماتوا صلاه الجنازه دي من صناع المعروف، وقراطين في الجنه هيصلوا عليها في مسجد الصديق في مساكن الشيراتون، للي يعني يقدر ان هو يروح ان شاء الله عشان ياخد القراطين وعشان يدعو لهذه السيده باذن الله سبحانه وتعالى، اللي ماتت وهي بتشهد ربنا على حبها رسول الله وعلى وحدانيه الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين يا جماعه نصلي العيد بقى، عايزين نصلي العيد. مش احنا قلنا في الفالنتاين فيروس والانتي فيروس عايزين نصلي العيد، عيد توبه لله، عيد التوبه الى الله، وصلاه العيد صلاه ركعتين التوبه. عايزين نصلي الصلاه اللي نعاهد ربنا فيها ان احنا مش راجعين. اخر حاجه بقولها لكم ان بفضل الله يعني اخواننا عملوا بفضل الله سي دي جميل جدا اسمه احلى من اللي فات. يعني ايه احلى من اللي فات؟ يعني قصه توبه كعب بتعلمك انك لازم تبقى احلى من اللي فات، لازم تجيب احسن من اللي فات. كعب بن مالك لما قام عمل احسن من اللي عمله قبل كده في حياته كلها. لازم يا ايها الداعيه اللي جايب احسن من اللي فات، انجازاتك في الدعوه ونشاطك يبقى اكثر من اللي فات. لازم يا اللي صمت وقمت يبقى اللي جاي احسن من اللي فات. لازم يا اللي وقعت في المعاصي اللي جايب احسن من اللي فات. اتعمل سي دي احلى من اللي فات. السي دي معمول للشباب اللي كان بيعصي ربنا وبيقول ايه البديل في الطاعه، ايه البديل. السي دي فكرته جميله جدا بفضل الله، يعني مثلا احلى من الاغاني، تدخل تلاقي بقى اناشيد احلى من الاغاني، حاجات احلى من الاغاني. طيب احلى من السكرين سيفرز بتاعت الكمبيوتر اللي فاتت، احسن من الخلفيات اللي فاتت، تلاقي خلفيات ايمانيه، ماوس احلى من اللي فات، ماوس بيسبح ربنا على الكمبيوتر بتاعك. عندنا بفضل الله على الموقع رنات احلى من اللي فات، الرنات بتاعت الاغاني في رنات تدخل تحملها احلى من اي رنات. عندنا على الموقع منتدى اسمه احلى من اللي فات. كل ده اتعمل يا جماعه عشان البديل للشاب اللي عايز يتوب. في صحبه احلى من اللي فات، فاسطوانه او سي دي احلى من اللي فات ده بفضل الله اتعمل، واعتقد ان هو الوقت هيبقى نازل على الموقع ان شاء الله، يعني ان شاء الله مع اخواننا في الموقع. قلت لهم ان هو يبقى نازل على الموقع بحيث ان الحلقه تخلص يبقى موجود على موقع ويتو الله اللي هو الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. اسطوانه احلى من اللي فات تبقى احلى هديه، احلى هديه ليك في بدايه التزامك، واحلى هديه ليك، واحلى هديه لكل انسان عايز يعيش في طاعه ربنا حياه احلى من اللي فات في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. لان دايما الدين حتى في الدنيا مش بس في الاخره احلى من اي حاجه في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. السي دي اتعمل عشان كل شاب عايز يلتزم او بدا يلتزم وعايز يعيش حياه ياسلم حياته وياسلم محموله وياسلم كمبيوتره وياسلم صحبته وياسلم كل حاجه في حياته، وحتى الاغاني اللي كان بيسمعها، كل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى تبقى احلى من اللي فات. يعني بذكركم تاني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحترقون، اللي هيقرر انه يتوب الليله هو ده اللي هيطفي النار اللي مولعه فيه وهو مش حاسس. عايزين نتوب لربنا يا جماعه وندع ربنا بقلوبنا دلوقتي، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم غير احوالنا لاحسن حال، اللهم طهر قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم تب علينا توبة تزكي بها نفوسنا، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، تب علينا توبة تجعلنا بها من الصوامين القوامين، الذكارين الشكارين، يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين، يا رب تبنا إلى الله.
ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا رب على أن لا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم تب علينا واهدنا وسددنا وافتح على قلوبنا بالإيمان واستعملنا ولا تستبدلنا واستعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب وثبتنا على الحق واحفظنا من أن تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.